نشكر زميلة علي الهاملي على هذا التقرير الجيد. مشاهدينا، يمر الكثيرون بالعديد من المواقف المؤلمة التي تسبب لهم الإحباط، إلا أن بعض الأشخاص يميلون للشعور بالانهزامية بشكل دائم، الأمر الذي قد يدمر قدرتهم على تحقيق الإنجازات وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. للحديث أكثر حول الشخصية الانهزامية نرحب بضيفنا في الاستديو الأستاذ محمد مطر الحوسني، خبير السعادة وجودة الحياة. أستاذي صباح الخير. صباح النور، حياك الله. بداية أستاذي، كيف يمكن أن نعرف الشخصية الانهزامية من الحالة النفسية، من الناحية النفسية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشخصية الانهزامية احنا ممكن نسميها شخصية منهزمة ذاتيا، يعني هي في فرق بين الشخص المنهزم، ممكن ينهزم من الخارج، يعني أي شيء يصير له وكذا فينهزم ويستسلم. الشخصية الانهزامية لا، شخصية منهزمة من الداخل، وشخص شخصية نقدر نعتبرها شخصية ما عندها ثقة بالنفس، تشعر بأن الآخرين دائما أفضل منها. طبعا في أسباب كثيرة راح نذكرها بعدين. فهذه الشخصية مكونة من الصغر بهاي الطريقة، بسبب وراثي أو بسبب تربية أو بسبب بيئة، أسباب أخرى كثيرة، لكن هي شخصية مهزومة من الداخل. عشان احنا نسميها الشخصية الانهزامية، أو نسميها الشخصية الانسحابية أو السلبية بعض الأحيان، هي جزء من الشخصيات السلبية يعني موجودة. نعم، بنتحدث أستاذي عن الأسباب، لكن هل المواقف ربما تولد هذا الشخص يمر بموقف معين ويصبح شخص انهزامي؟ ممكن، يعني هو الشخصية الانهزامية جزء من الأسباب اللي تخلي الشخص يشعر طبعاً بانعدام الثقة بالنفس، ويشعر بأن الآخرين أفضل منه، يشعر بتأنيب الضمير أو احنا نسميه شعور التأنيب الدائم، هذا اللي يشتغل في داخله، شعوره دائماً بأن أقل من الآخرين. هذه قد يكون جزء من أسباب هالمواقف، يعني المواقف اللي تمر، بالذات لما تكون المواقف في الطفولة. عادة الشخص البالغ يحلل الموقف، فممكن أنه يعني يتأثر فيه بنسبة بسيطة أو لا يتأثر فيه، أو لكن الطفل ما يحلل، الطفل فقط يستقبل، فيستقبل الموقف ويعني بكل ما فيه من سلبيات من إيجابيات، ويبرمج نفسه على الموقف. هذه إشكالية الطفل يعني. نعم. ردات الفعل تكشف لنا بعض الحالات النفسية، نقدر نقول أو طبع الإنسان. في بعض المواقف قد ينهزم الشخص. صحيح. متى الحد المناسب، أو نقدر نقول نصح التعبير، متى نقول هذا الشخص عليه هاي الحالة النفسية، أو يعني تبين عليه الحالة النفسية؟ نعم، هذه نعم. يعني الحد الفاصل نقصد اللي هو بين أن شخص هذا الشخص الآن منهزم أو عنده شعور بالانهزام، وبين أنه هو شخصية انهزامية. في فرق بينهم كبير. الشخص المنهزم هو الشخص الذي يستسلم في الموقف لأسباب كثيرة، يعني فشل الموقف أكبر من طاقته، فهو في موقف الآن ما مستعد أنه يواجه أو يقاوم. هذا اسمه استسلام أو فشل مؤقت. تلاقي مثلا بعد الفشل هذا يندم، يعني بنفسه بعدها يتخذ أحد طريقين، إما أنه يتحدى ويرجع مرة ثانية يحاول مرة ثانية أنه يعني ينجح في الموقف نفسه، أو أنه يتخذ قراره بطريق آخر، خلاص ينسى هذا الموقف يكمل. هذا الشخص ليس شخصية انهزامية، هذا الشخص انهزم في موقف فقط. الشخصية الانهزامية هو أسلوب حياته بهذه الطريقة، أسلوب حياته مستسلم طول الوقت، أسلوب حياته دائما يلقي اللوم على الآخرين، أسلوب حياته دائما يعيش في تأنيب دائم. في فرق كبير بينهم. نعم. ربما أيضا يعتمد على استعطاف الآخرين. صحيح. لكسب موقف معين أو حاجة معينة. صحيح. كيف تصف هذا التصرف؟ هو يعني الشخصية الانهزامية شخصية تعيش على استجلاب التعاطف من الآخرين. هو دائما يحب أن الآخرين يهينونه ويذلونه، فهو يبدأ يشعر بالإهانة وبالمذلة، ويقول لهم شوفوا أنا مظلوم، أنا الآن مهان، أنا الآن.
وعنده هو شعار في الحياة، شعار خاطئ تماما، وكثيرين أنا سمعته يقولونه ويقال حتى الأحيان في الأفلام وغيرها وغيرها، هو شعار غير صحيح طبعا، وينافي حتى العقل، ينافي الدين، ينافي الواقع، اللي هو أن يقول الحياة ظالمة. أبدا الحياة ليست ظالمة، الحياة عادلة تماما، الله سبحانه وتعالى خلق الحياة ووضع الميزان، ميزان متوازن. من اللي يظلم؟ الإنسان، هو يظلم نفسه، يظلم غيره، لكن في النهاية تلاقي الميزان يتعدل. فهو لا، هو شعاره في الحياة أن الحياة كلها ظالمة، وأن كل ما بدأ بشيء فشل، وأنه لا يمكن ينجح، وأن الآخرين دائما أفضل منه، ودائما يلقي اللوم على مثلا الوالدين في التربية لما كان صغير، يلقي اللوم على الظروف، يلقي اللوم على الوضع، يلقي اللوم على أمور كثيرة، لكن أبدا ما يحاول يعالج نفسه، ما يحاول يعترف أن في خطأ عنده. ليش هو الوحيد اللي بهاي الطريقة يشعر الآخرين لا؟ فهنا هنا النقطة الفاصلة يعني. هو صنع من نفسه أصلا شخصية انهزامية، والناس ما قلت يقول الدنيا ظالمة، وعلى يعني مقولة شعراء نعيبوا زماننا والعيبوا فينا، وما لي زماننا عيبوا سمانا. صحيح. نعم. هناك أسباب كثيرة، ما هي الأسباب برأيك الشخصي اللي ممكن تكون رئيسية وربما تكون فرعية؟ صحيح. هو السبب الرئيسي يمكن الأكبر، هو في جزء وراثي، في جزء يعني ممكن تكون العائلة عندها هذه المشكلة، هذه المشكلة هي تبدأ بمشكلة، يعني تكون أنها مشكلة في شخص، ثم إذا كبرت تتحول إلى عقدة، ثم إذا كبرت تتحول إلى مرض نفسي. المرض النفسي هنا عاد يتدخل الطب النفسي في العلاج، لكن لما تكون هي عقدة أو حتى مرض نفسي ممكن أنه يكون وراثي، ممكن يتوارثها الأجيال، يكون جزء من الجينات وشعور في الجينات في الداخل بأن الشخص هذا أقل من الآخرين، وأنه مهان، وأنه كذا. الجزء الثاني التربية، الخطأ وين يصير في التربية؟ الوالدين لما اللي هي يسمونها معركة الإدارة، معركة الإدارة هي معركة بين الأبناء وبين الآباء والأمهات في من يدير الآخر. فالآباء والأمهات يبغون يسيطرون بسيطرة كاملة على الأبناء، يحركونهم على كيفهم، لأنهم يعتقدون أن الطفل هذا ما عنده الخبرة، ما عنده العلم، ما عنده الفهم حتى يدير أمور نفسه، فأحنا بنديره. الطفل حتى يمكن لما يكبر شوي يحاول أن يتخلص من هذا التعقيد، أن الطفل يولد حر، يعني يحب أنه يكون حر، ما يحب القيود. الوالدين أقوى منه، أقوى منه جسديا، وأقوى منه يعني حتى كمنصب مكانهم، وهم الأب والأم. فالسيطرة القوية هذه العالية عليه يحاولونهم يكسرون شخصيته، يحاولونهم يخلونه يمشي في الطريق اللي هم يبغونه. هذا الكسر الدائم يكون شعور عند الطفل أنه لا يستطيع أن يتصرف بنفسه، أنه أقل من والدينا، أنه ما يستطيع أن يتخذ قراراته بنفسه. بالتالي هذا الشعور يستمر، طبعا هو يكبر على هذا الشعور ويعيش فيه مع الناس بهذه الطريقة، فيصير كل أحد يسيطر عليه، كل أحد يمشي على كيفه، كل أحد يعني يحاول أن يأثر عليه ويستغله. فهذه هي من الأمور الأساسية اللي تأثر في الشخصية هذه. نعم. إذا قلنا أن أصبح شخص انهزامي، نعم، وصارت عنده العقدة هذه، كيف ممكن نتعامل مع الشخص الانهزامي؟ تعاملنا إحنا، نعم، مع الشخص الانهزامي، طبعا الشخص الانهزامي بعض الأحيان يحاول أنه هو يستفزك علشان تهينه، هو يعيش على هذا الشيء يعني غالبا، وهو عايش على هذا الشيء بشكل مقصود وغير مقصود. هو يقصد السلوك، يعني يقصد أنه هو يستفزك علشان تهينه، مثلا يأذيك، يكلمك أكثر من مرة كذا، فأنت تضطر أنك أنت بعد ما يعني تطفر، يعني توصل لحدك أنك أنت خلاص ترد عليه برد قوي وتسكته وتهينه وكذا، فهو يسكت وداخله يبدأ شعور التأنيب يشتغل اللي هو كان يبغيه. هذا مقصود. لكن هو ليش أصلا يتصرف هذا التصرف؟ هو ليش من دون الناس يقوم بهذه العملية؟ هذا غير مقصود، هو ما يعرف ليش. مثل ما قلنا هذا من الطفولة أصلا موجود وتبرمج عليه، وعقل الباطن يعطيه طول الوقت هاي المشاعر. لما يكبر ما يعرف متى بدأت وشو أسبابها وليش يعني صارت. ف
فإحنا الأصل نحن ما نستجيب له في التعامل. يعني هو لما يستفزك لا تستفز، افهم أنه شو قصده، هو قصده تهينه، لا تهينه، لا تعطيه نصائح، لأن هذا الشخص ما يحب النصيحة. هذا الشخص يبغي هذا الشعور، يبغيك تغلط عليه، يبغيك تهينه، فبالتالي يقول شوف كيف ظلموني، كيف كذا كيف كذا. النقطة الثالثة، لابد من، هو ما يحب الناس اللي تحترمه ترى، هذا الشخصية تحب الناس اللي تهينه، يعني شيء غريب، شخصية مكون غريب، خاصة إذا كبر الموضوع أو صارت الشخصية هذه في مستوى أعلى من الانهزامية، يصل إلى درجة يعني مرضية وخطيرة، والناس تبتعد عنه، ما تقدر تتعامل وياه. هذا الشخص دائما في الخلف، دائما تبع، دائما ما له يعني، هو عن نفسه ما له قيمة، ما له، ما يتخذ قرارات أبدا، ما يبادر، ما لا يبادر، وإذا وقع في مشكلة ما يعرف يحلها، ويتمسكن ويجلس، خلاص أنا الآن في مشكلة، خلاص ما أقدر أحلها، يستسلم تماما، يعني ما عنده أي مقاومة. فهذا النوع ما نعطيه إحنا الأصل ما يريد يعني. نعم. ربما تؤثر عليه مستقبلا حتى في حياته الزوجية نقدر نقول. نعم. أو في ربما يزرع هذا الشيء في أبنائه إذا كان يعني أب ورب أسرة، صحيح؟ طبعا، وهذا اللي ذكرنا أن الإشكال في الأطفال أنهم يشوفون الأب والأم هم القدوة، فهم يتعاملون مع الحياة ومع الأمور ومع الناس مثل ما أبوه وأمه يتعاملون، مثل ما قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أبوه صحيح، هو قدوة أبوه، قدوة أمه، فإذا كان يشوف منهم المذلة والمهانة والكذا، غالبا، مش دائما، غالبا الطفل يتأثر فيهم ويصبح نسخة منهم. بعض الأطفال الأذكياء اللي هم فيهم لا، يبدأ يضايق من تصرف أبوه، يقول ليش أبوي أو أمي مثلا انهزاميين وما عندهم مقاومة، ذليلين دائما، يعني ليش ما نكون أقوياء، ليش ما نكون إحنا نتحدى الحياة، وليش ما نكون عندنا إحنا طموح، ليش ما نكون عندنا إحنا كذا. فبعض الأحيان ممكن يصير العكس يعني عند الأطفال يعني. هل هناك، نحن ما نتكلم عن ما هي العلاجات المناسبة، لكن ما هي النصائح اللي تقدمها في حال أنا مثلا أو حد من المشاهدين واجه شخص انهزامي؟ نعم، في مواجهة الأشخاص الانهزاميين، نعم، احنا قلنا أن مثلا احنا ما نعطيه اللي يبغيه، هذا أول شيء. والشيء الثاني، احنا نحاول، ترى في شخص انهزامي مشكلته ما عنده ثقة بنفسه، فاقد الثقة. صحيح. في مقياس أذكر اللي هو مال جروجر، المقياس هذا يرسم علاقة بين الثقة بالنفس وبين العلم أو المعرفة في الشيء. شيء غريب أن أنت كل ما كنت جاهل بالشيء كنت ثقتك بنفسك في التعامل مع الشيء أكبر. يعني الطفل ليش ما يخاف من النار؟ لأنه هو جاهل فيها، فواثق من النار ويذهب ويحط إيده وكذا. فكل ما كنت جاهل أنت بالشيء كل ما كان ثقتك أعلى ما يكون. فإذا عرفت الشيء على حقيقته نزلت الثقة عندك إلى يمكن أدنى مستوياتها اللي هي مستوى الشك. الشخصية الانهزامية بهذه الطريقة، الشخصية الانهزامية يبحث في كل شيء فدائما شاك، فثقته بنفسه وبالأشياء وبالناس ثقة من عدمه، من عدمه، صحيح تماما. لذلك أنت لازم تزيد ثقته بنفسه عن طريق التطور أو تطوير الآخر. يعني مثلا ممكن تنصحه بقراءة كتاب، ممكن أنك أنت مثلا تعطيه بعض المعلومات عن فيديو معين، عن شخص مثلا أو مستشار معين ممكن أن ينفعه، ممكن تتنبه للشيء. يعني مثلا تقول له أنت شخصية مستقلة، أنت غير، أنت مو أبوك، أنت إنسان ثاني، أنت مو شخص، عندك مهمة، لا ابحث عن مهمتك، عندك مهمة هنا، لا تموت بدون ما تأديها، أنت شخص لازم يكون عندك طموح، الشخص اللي ما عنده طموح يموت، أنت شخص قوي، الآخرين مو بأفضل منك. فإحنا لما نكسر عنده الأفكار السلبية اللي هي موجودة عنده يبدأ يفكر بشكل إيجابي. يحتاج وقت طويل، لأن مثل ما قلت لك هي سنوات طويلة وتربية ومن الطفولة، فهي محتاجة وقت طويل. لكن إحنا مع الشخص هذا لا نهينه ولا نسخر منه ولا نبتعد عنه كثير، نعطيه، نعلمه، ننبهه تنبيهات، مع الوقت يمكن ينتبه يعني، ممكن.
والشخصية اللي هي وصلت لدرجات عليا في الانهزامية لازم تتعالج، هذه لازم تتعالج. نصنع من الشخص مبادر، صاحب أهداف، صاحب نقول يعني حلم. إذا شخص عنده حلم لكن هو شخصية انهزامية، نصنع منه الشخص اللي يقدر يحقق حلمه ونتعامل معاه بطريقة صحيحة. صحيح. الأستاذ محمد مطر الحوسني، خبير جودة حياة، شكرا على المعلومات القيمة وشكرا على وجودك ويانا. العفو، يا هلا وسهلا.